أخبار الرياضة مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا بكم، والبداية بحفل اختتام طبعة 17 من الألعاب البارالمبية الذي جمع من جديد كل رياضي النخبة من ذوي الهمام الذين تنافسوا على مدار 10 أيام، من بينهم أبطال الجزائر الذين عادوا ب11 ميدالية منها 6 ذهبيات و5 برونزيات. عقب نهاية حفل الافتتاح تحدث رئيس الوفد رئيس الاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة سيد أحمد العسري عن المشاركة الجزائرية المشرفة بتحقيق 6 ذهبيات و5 برونزيات. بخصوص المشاركة الجزائرية، والله أنا تكلمت من زمان يعني قبل ما نجو هنايا، وعدت ووفينا بالوعد، يعني تكون المفاجأة، والحمد لله 6 ميداليات ذهبية مراش بالسهل، يعني خاصة وأن نعرفوا بلي المستوى ارتفع، وهذه المرة يعني الشيء الجديد أن كل الفروع الرياضية فرضت نفسها وبرهنت أن قادرة تجيب ميداليات. احنا معروف يعني في السابق أن إلا الألعاب القوى اللي هي كانت تتوج، ولكن هذه المرة شفنا بلي في رفعات الأثقال، في الجيدو، والمفاجأة ربما الكبيرة يعني الرياضي قندوز إبراهيم اللي أبهرنا وشفنا المستوى العالي، ورياضي ذو أخلاق كبيرة اللي قدر يدير المفاجأة وهو حصوله على الميدالية الذهبية. كما تحدث عن المشاركة الأولى في الباراكانوي كاياك والتتويج الأول التاريخي للجزائر في هذا الاختصاص بعدما كان حكرا على بعض الدول. يعني هذه الرياضة حتى احنا كاتحادية ما عندناش يعني معلومة على هذه الرياضة. احنا بالمناسبة نشكر اتحادية الباراكانوي الأسوياء اللي أعطت الفرصة لهذا الرياضي، مما زاد في رصيد الميداليات. احنا كاتحادية لازم لنا اليوم نخمم في رياضات أخرى اللي تقادر تجيب لنا يعني الميداليات، وهذا يعني كانت تضحيات كبيرة من طرف الرياضي، والحمد لله يعني برهن بلي أنه قادر يجيب ميداليات ويظهر في الساحة الدولية. ربما الناس منذ سنين هما على عرش هذه الرياضة، ولكن جاء جزائري وبرهن بلي قادر يجيب الميداليات. وفي ختام حديثه ثمن رئيس الوفد الجزائري سيد أحمد العسري دعم الدولة الجزائرية لفئة ذوي الهمم العالية خاصة من ناحية المساواة في المنح. نتابع. والله لا تسمحي لي أن قبل كل شيء مادابيا نهني رئيس الجمهورية على الفوزه، يعني هذا دليل أن الدولة الجزائرية في استقرار، واستقبلنا الخبر يعني كل الرياضيين يحبوا رئيسنا، وإن شاء الله نتمنى له النجاح والمواصلة في تطوير ومرافقة الرياضيين تاعنا. احنا والله في هذه الفترة الأخيرة يعني خاصة بعد القرار اللي أخذها السيد رئيس الجمهورية لتساوي يعني في المنحة، يعني هذا زاد حفز الرياضيين، وإن شاء الله يعني نتمنى الدولة الجزائرية تكون دائما مرافقتنا. كان السيد رئيس الجمهورية يعني تابع عن قرب في كل حدث، وكان أي طلب اللي نادوا به كان يستجاب مباشرة، هذا يخلينا أكثر ارتياحية، ونزيدوا ربما نحضروا مشروع اللي مهم هو اللجنة البارالمبية الجزائرية، إن شاء الله نوضعوا أمام أيدي المسؤولين حتى على الأقل نتمم العرس وفرحتنا إن شاء الله. الجزائر تثبت علو كعبها في المحافل الرياضية العالمية، وهذه المرة في دورة 2024 من الألعاب البارالمبية، حيث سجلت مشاركة قوية ومشرفة. حصيلة المشاركة الجزائرية في سياق التقرير التالي. الطبعة 17 عرفت منافسة قوية، لكن قوة وإرادة الجزائريين فاقت التوقعات، وأنهوا المنافسات بأفضل مشاركة ب11 ميدالية 6 ذهبيات و5 برونزيات.
عداد الجزائر افتتحته نسيم صيفي في رمي القرص فئة F57 بذهبية، محطمة بها الرقم القياسي البارالمبي الذي كان بحوزتها. وثاني الميداليات كانت برونزية أحمد مهيدب في رمي الصولجان فئة F32، والثالثة من المعدن نفسه تزينت بها ليندا حمري في القفز الطويل بعد منافسة شديدة بين خيرة العداءات في العالم. اليوم السابع للمشاركة الجزائرية عنونا بيوم الإنجازات، أضاف فيه الأبطال 6 ميداليات كاملة، وقع فيها ابن الجسور المعلق اسكندر جميل عثماني بالذهب على سباقات سبرنت F13 في مناسبتين، الأولى في 100 متر والثانية في 400 متر. تلته صفية جلال التي تسيدت منافسة رمي الجلات 57 بالرمية الرابعة، محققة الرقم القياسي البارالمبي، وبرونزية نسيمة صيفي في الفئة ذاتها بعد ذهبية رمي القرص. علامة وزري كانت كافية لإضافة معدن نفيس آخر إلى رصيد الجزائر عن طريق مصارع الباراجيدو عبد القادر بوعامر في أول مشاركة له، وبرونزية إسحاق ولد قويدر التي كانت مستحقة بعد منازلة استدراكية صنع فيها الاستثناء بأدائه وعزيمته القوية. وفي الحمل بالقوة الجزائر حضرت في منصة التتويج ببرونزية حسين بطير وزن 65 كيلوغراما وبحمولة 209 كيلوغرامات. ذهبية أخرى بمثابة إنجاز حقيقي للرياضة الجزائرية في أول مشاركة في الباراكان ويكاياك، ممثلة بإبراهيم قندوز الذي دخل التاريخ كأول متوج ومشارك في هذا الاختصاص، مهديا للجزائر 6. وآخر ميدالية في طبعة 2024. الروح الرياضية والإصرار كانتا واضحتان في أداء من لم يسعفهم الحظ في اعتلاء منصات التتويج، لكنهم تخطوا التحديات محتلين مراكز مقبولة، حسنوا بها ترتيبهم وأرقامهم الشخصية مقدمين أفضل ما لديهم. 11 ميدالية في المركز 25 تظل بها الجزائر مثالا يحتذى به في الرياضة البارالمبية، لما أثبت الأبطال أن الإرادة والعزيمة لا يعرفان المستحيل. هنيئا للجزائر ولأبطال الجزائر كل هذه التتويجات. والآن إلى آخر مستجدات المنتخب الوطني لكرة القدم، أجرت اليوم العناصر الوطنية آخر حصة تدريبية على ملعب صامويل كانيوندو ذو عشب اصطناعي استعدادا لمواجهة منتخب ليبيريا ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة من تصفية كأس أفريقيا للأمم 2025. حصة وضع فيها الطاقم الفني آخر الرتوشات مع ضبط معالم التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مباراة الغد المقررة بداية من الساعة 5 مساء. وتحدث الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش للتلفزيون الجزائري عن مباراة الغد أمام منتخب ليبيريا في ميكروفون التلفزيون الجزائري. أهم أننا حققنا الفوز الرابع منذ تولينا زمام تدريب المنتخب الجزائري والدخول للمباراة المقبلة بنفس العزيمة. مهم جدا أن يسترجع اللاعبون جيدا، وأعتقد أننا نجحنا من هذا الجانب. بالنسبة لي اللاعبون المتواجدون معنا هم الأفضل في الوقت الحالي، وهم قادرون على مساعدة الفريق لتحقيق النتائج المرجوة. من العاصمة ليبيريا مونروفيا يلتحق بنا موفد التلفزيون الجزائري طارق بوفليح. طارق، ما هي آخر أخبار العناصر الوطنية وماذا عن الحصة التدريبية لنهار اليوم؟ مساء الخير سهيلة، مساء الخير بمشاهدينا. إذن كما ذكرت قبل قليل المنتخب الوطني وعناصر المنتخب الوطني أجرت حصص تدريبية بداية من الساعة 4 بالتوقيت المحلي وهو توقيت المباراة، أي قبل ساعة ونصف من الآن أجرت حصتها التدريبية وغادرت إلى مقر إقامتها. والآن في هذه الأثناء يجري المنتخب الليبيري هو حصته التدريبية. المنتخب الوطني في كامل الجهوزية بالنسبة للموعد المنتظر يوم غد بحول
الله، حيث أن بيتكوفيتش أبان على ثقة كبيرة في العناصر المتوفر عليها في المنتخب الوطني، وقال أنا اخترت الأفضل وأتحمل كامل مسؤولياتي رغم النقائص الموجودة بعد غياب 5 عناصر عن هذا التنقل بسبب الإصابة، آخرهم إسماعيل بن ناصر التي كانت إصابته نوعا ما موجعة بالنسبة للمنتخب الوطني وغير منتظرة وغير متوقعة، لكن يقول إنه يملك كل البدائل ولديه التشكيل الرسمي الذي سيدخل به في مباراة الغد، والمرجح أن يكون ربما كتعويض لإسماعيل بن ناصر سيكون أدم زرقان هو اللاعب الذي سيعوض إسماعيل بن ناصر، كمعوض لرياض محرز سيكون بنسبة أكبر اللاعب حاج موسى الذي سيأخذ ربما مكانه في التشكيل الأساسي، ينتظر أيضا أن يكون أمير سعيود حاضر أيضا قد يكون في التشكيل الأساسي أو غير ذلك، لكن كبديل لحسام عوار الغائب هو الآخر. إذن كل الظروف مواتية لمنتخبنا الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة بكامل النقاط، هذا هو الهدف عند الناخب الوطني وعند اللاعبين، هذا هو حديثهم وتركيزهم منصب على تحقيق النقطة السادسة في المجموعة الخامسة والبقاء في صدارة هذه المجموعة، ولما لا حسم الأمور سريعا في تأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2025 على أن تكون المباراتين الأخيرتين شكليتين أو تحضيريتين لما تبقى من منافسات لمنتخبنا الوطني. بالنسبة دائما لمعنويات اللاعبين هم في حالة جيدة، شاهدنا أمس رغم السفرية الطويلة يعني 5 ساعات جوا وساعة ونصف قبل الوصول إلى مقر الإقامة إلى أنهم بدوا في أجواء مرحة، حيث كان احتفال أيضا بعيد ميلاد اللاعب ياسين بنزية وسط أجواء جميلة جدا تؤكد اللحمة الموجودة داخل المجموعة الوطنية التي تسعى أو توالي النتائج الإيجابية التي تجلب الاستقرار والثقة أيضا للمنتخب الوطني المقبل على تحديات على غرار تصفيات كأس العالم. إذن بالنسبة لشارع الليبيري نوعا ما ربما المباراة لا تشكل أهمية بالنسبة لهذا المنتخب رغم الوسط الإعلامي الذي تفاءل خيرا بالنتيجة المحققة في الجولة الماضية أمام منتخب الطوغو، لكن مدربهم في تصريح لتلفزيون الجزائري أكد أن عملية الاسترجاع ليست بالمستوى المطلوب ولا يمكن مقارنة المنتخب الجزائري بالمنتخب الليبيري، قال أنه منتخبكم يعج بالنجوم رغم غياب بعض العناصر لكن تملكون لاعبين ذو مستوى عالي، وبالتالي هذا هل هو إبعاد عن الضغط؟ يقول أنه لا ضغط علي لكننا سنحاول تقديم مباراة كبيرة أمام منتخب كبير، الفصل سيكون إذن هنا بهذا الملعب المتواجد خلفي بأرضية ميدانه المعشوشبة اصطناعيا التي قد تجعل منه صالحا لخوض مباراة كرة قدم هي الأمطار التي تتهطل هنا بالعاصمة الليبيرية من روفيا. سهيلة. نعم طارق، شكرا على كل هذه التفاصيل والمعلومات القيمة، كنت معنا مباشرة من العاصمة الليبيرية مونروفيا. عن المجموعة المنتخب الوطني، انتهت المواجهة التي جمعت منتخبي غينيا الاستوائية والطوغو بهدفين لمثلهما، وكانت غينيا الاستوائية السابقة إلى مجال التهديف عن طريق لوين لافو في الدقيقة 17، وعدل الكفة للطوغو أولو في الدقيقة 45، ثم عاد يانيك بوايلا مسجلا الهدف الثاني لغينيا في الدقيقة 75، غير أن لابا عدل النتيجة للطوغو في الدقيقة 5 من الوقت بدل ضائع من الشوط الثاني. في أخبار الأندية المحلية، المشاركة في المنافسة القارية، يواصل شباب بلوزداد تحضيراته المكثفة بتونس استعدادا للموسم الكروي الجديد وللمباراة المقبلة التي ستجمعه بنادي الجمارك البوركينابي يوم 14 من الشهر الجاري برسم الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال أفريقيا. ولحساب الدور ذاته من المنافسة ذاتها، يحضر مرودية الجزائر بجدية كبيرة وبكامل التعداد، حيث يواجه نادي المنستير التونسي بملعب رادس يوم 13 من هذا الشهر بداية من الساعة 6 مساء. الطاقم الفني بقيادة باتريس بوميل سطر برنامجا خاصا على أمل المواصلة على نهج الانتصارات والذهاب بعيدا في المنافسة القارية.
وفي منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، اتحاد الجزائر الطامح لاستعادة لقبه يتدرب بمعنويات مرتفعة وبحضور جل اللاعبين بما فيهم المستقدمين الجدد، تحسبا لمواجهة نادي الملعب التونسي برسم الدور التمهيدي الثاني يوم الأحد 22 سبتمبر على الساعة 6 مساء بملعب ميلود هتفي بوهران، تربص خاض فيه أبناء سوسطارة عديد الوديات آخرها أمس أمام النجم الساحلي لمدينة القليعة انتهت لصالح الاتحاد بثلاثية. شباب قسنطينة هو الآخر يستعد لمباراته برسم الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف لما يواجه نيسوان تريمان الغاني يوم 21 سبتمبر بداية من الساعة 6 بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. يركز الطاقم الفني بقيادة خير الدين ماضوي على الجانب البدني والفني على أمل مواصلة المغامرة الإفريقية. التفاصيل في تقرير رضا تبرماسينا. هو آخر مران لأبناء سيرتا قبيل يوم واحد من تنقلهم إلى أكرا في مواجهة أنسانترون أفسي الغاني من رسم تصفية كأس الكونفدرالية الإفريقية. اللاعبين راهم واعيين بالمسؤولية اللي تسنى فيهم، على بالنا باللي مقابلة ما راحش تكون سهلة، لازم تكون تضحية من اللاعبين. إن شاء الله نروحوا باش نحققوا نتيجة إيجابية اللي تخلينا في العودة إن شاء الله باش نفتكوا تأشيرة التأهل إن شاء الله. روح المجموعة والتعداد المكتمل بما في ذلك المستخدمين الجدد كلها عوامل زادت في عزيمة السياسي في لقاء عصر هذا الجمعة. إن شاء الله احنا كما تكلم معنا المدرب من رانا واجدين إن شاء الله من اللاعبين في الدور الأول تأهلوا إن شاء الله. عندنا مقابلة خارج ديار وتكون عندنا الأفضلية في المقابلة العودة إن شاء الله. احنا نسيو ريزلتات على لي هي اللي تخلينا نلعبوا اليس في الروتور ان شاء الله. شفنا لي بوين فور تاع لادفيرسير لي بوين فاب ان شاء الله. ما يخفاش عليك هذه ايكيم اللي هذه يلعبوا كونترها ان شاء الله. احنا نكونوا واجدين ورانا باش نرفعوا التحدي ان شاء الله ونتخالفوا وندخلوا في لي بوين ان شاء الله. جاهزية بدنية واخرى تكتيكية ولا مناص بالعودة بزاد كاملا تمهيدا لدوري المجموعات للمرة الثانية في تاريخ النادي. قمنا بالتحضير اللازم، نعرف جيدا أدغال إفريقيا والمفاجآت اللي راح تكون ثم وحتى الظروف اللي راح تحيط أو تكون سائدة يوم المباراة، فاحنا راح نحضر فريقنا من كل هذه الجوانب. نظن من ناحية البدنية والتكتيكية فريقنا تقريبا عنده المعالم تاعو، مش راح يكون هناك مشكل. تعداد تقريبا هو لا تعداد مكتمل زايد إضافة إلى طاهر اللي جاء مؤخرا، طب صوب اللاعب البوركينابي مؤخرا أيضا اللي دخل في المجموعة، راح يكونوا ضمن هذه المجموعة وضمن الرحلة اللي راح تقودنا إلى غانا. للإشارة الدور التصفوي هذا يلعب ذهابه بغانا هذه الجمعة على أن يستقبل رفاق بن شعيرة غريمهم في لقاء العودة في الثلاثاء الذي يليه. بعيدا عن كرة القدم، أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة 3-3 تربصه التحضيري بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بالسودانية تحسبا للمشاركة في بطولة العالم المقررة بمنغوليا ما بين 11 و15 سبتمبر الجاري. وليد غريبية. مركز السودانية المحطة الأخيرة لتحضيرات الرباعي الوطني. آخر الرتوشات وضعها الطاقم الفني بقيادة المدرب مروان بوعاشير قبل شد الرحال إلى منغوليا لخوض غمار مشاركة تاريخية هي الأولى من نوعها في بطولة العالم. التحضيرات جرت على عدة مراحل. مرحلة أولى كانت في فرنسا أين يقيم أغلب اللاعبين وكذلك أنا كمدرب في فرنسا وفي ألمانيا. أجرينا عدة دورات في لوكسمبورغ في ألمانيا في فرنسا على غرار السوبر ليغا الفرنسية على سبيل المثال للتحضير الجيد لهكذا مواعيد. التحضير في مرحلته الأولى كان في أوروبا والآن في السودانية في تربص ثاني مع لاعبين محليين أيضا والذين هم جزء من الفريق الوطني أبطال العرب والذين شاركوا في رابطة الأمم. أجرينا تحضيرا جيدا في السودانية، تعودنا على التواجد هنا ونشعر بالراحة. لدينا لاعبون ممتازون في كرة السلة 3-3 وبالتالي التحضير أجريناه على مرحلتين. رفقاء زيد يحيوي ورياض الفقير بعد بسط سيطرتهم عربيا وإفريقيا بميدالية ذهبية في الألعاب العربية بالجزائر ثم الألعاب الإفريقية بأكرا وتتويجهم برابطة الأمم الإفريقية بأوغندا يسعون لخوض تجربة جديدة والاحتكاك بالمستوى العالي.
La Coupe du Monde Hadi, c'est un autre niveau. On a une poule Saiba Bzef, mais des grosses équipes habituées à les compétitions, qui est le Masar, la France, l'Espagne ou l'Ukraine. C'est garde des bonnes équipes à la compétition, mais elle finit la boule. C'est la première fois qu'elle a la Coupe du Monde. On est bien préparé, normalement ça peut le faire, Inch'Allah. On va essayer de tout faire pour des matchs, on faut tous les poules, Inch'Allah, j'ai beau résultat. C'est un peu un gros test pour voir par rapport aux compétitions africaines. On va falloir tout donner, Inch'Allah, au. يجب تقديم كل شيء في منغوليا. الأمور ستكون صعبة، ستكون أمام فرق ذات مستوى عال، ولكننا جاهزون ونأمل في تحقيق نتيجة جيدة إن شاء الله. هي تجربة مفيدة لرفع المستوى لاختصاص حديث النشأة في الجزائر، يمتلك كل مقومات النجاح من موارد مادية وبشرية ممثلة في عناصر شابة وطاقم فني متخصص يهدف إلى تطوير كرة السلة 3-3 على المدى القصير المتوسط والطويل. بهذا مشاهدينا الكرام، وصلوا وإياكم إلى ختام موعد الرياضي، شكرا على المتابعة، السلام عليكم.